النهارده مع اول يوم في السنه هنعمل منيو حلو مختلف برضو خفيف، مش عايزين نقف كتير في المطبخ، نبدا سنه كده واحنا مرتاحين شويه. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيها مع بعض. عندي شعريه باللحم والليمون المعصفر. اول حاجه محتاجه عندي شعريه محمره، وعندي كمان نص كيلو لحمه متقطعه راس عصفور. راس عصفور دي تقطيعه مش نوع اللحمه. وعندي قرفه خشب وقرنفل وملح ومعلقه صغيره من الكركم وثمره بصل مفرومه، وعندي كمان فلفل رومي مفروم واتنين معلقه كبيره ليمون معصفر مفروم وملح وفلفل وميه مغليه. هقول المقدار مره كمان. عندي شعريه محمره، نص كيلو لحمه متقطعه راس عصفور، قرفه خشب، قرنفل، وعندي معلقه صغيره من الكركم وثمره بصل مفرومه وفلفل رومي مفروم واتنين معلقه كبيره من الليمون المعصفر المفروم وملح وفلفل وميه مغليه. تمام، اول حاجه كده هنبدا. عايزه كازرول هاني بعد اذنك، حاجه كده او ممكن احط في الحل على طول. هحط الشعريه عندي المحمره وهحط ملح وفلفل وهبدا يعني افلفلها كده زي ما بفلفل الرز مثلا عندي. تمام اهو، هجيب بس ميه مغليه. اول حاجه هحمر الشعريه وبعد كده هفلفلها بشويه ملح وشويه فلفل اسود. تمام وهبدا عادي افلفلها زي ما بفلفل اي رز اهو. تمام، احط لها بس طبعا ايه شويه زيت عشان انا هنا محمراها من غير زيت اهو. دي اول حاجه هعملها. وهجيب ووك عندي وهبدا، ممكن اشتغل هنا احسن. هجيب بس معلقه اقلب الشعريه وهقفل عليه اهو. بصوا شعريه محمراها، حطيت ملح وفلفل اسود وحطيت عليها ميه مغليه. تمام، لسه بس عشان الميه مغليه والحله كانت سخنه قوي، هتهدى دلوقتي وكل الرغاوي دي هتروح. تمام، تشيلها شويه من على النار واحط لها شويه من الزيت. تمام، وهسيب الشعريه تفلفل عادي خالص اهي بالشكل ده كده لحد ما تستوي. مش هتاخد وقت خالص، هي يا دوب يعني مفيش اقل من 10 دقائق هلاقيها استوت، 5 دقائق كده ولا حاجه وهلاقيها استوت. تمام اهو، هسيبها كده الشكل اللي انت شايفينه ده. ههدي بس النار عليها، مش محتاجه تبقى نار عاليه لان هي الشعريه اصلا لوحدها مش بتاخد سوى، فهحط عليها الميه والملح والفلفل وهسيبها على نار هاديه تستوي. فحله تانيه او ووك تاني عندي شويه زيت، هبدا بقى اعمل اللحمه بتاعتي اللي بالليمون المعصفر. طعمها بيبقى حلو جدا ومميز جدا جدا جدا. اول حاجه انتوا عارفين انا بحب اشوح اي حاجه من الحاجات الجافه او اللي هي اللي مش مطحونه، القرفه مثلا لو عندي القرنفل هحط كام وحده قرنفل كده تديني طعم حلو قوي، برضو هشوحهم مع بعض. قبل ما احط اي حاجه هشوح التوابل الجافه والمطحونه مع بعض اهو بالشكل ده كده. احط لي شويه كركم اهو، هديهم كده تشويحه. تمام، مع الملح واحط عليهم شويه كده فلفل اسود خلاص، وهبدا اشوحهم. تمام، يبقى انا حطيت شويه زيت وحطيت القرفة الخشب والقرنفل والكركم والملح والفلفل وهبدأ كده شوحهم بالشكل ده خلاص. الزيت يسخن معايا هبدأ أنزل باللحمة. بصوا اللحمة أنا مقطعاها بالشكل ده، راس عصفور متقطع صغير كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. حابين طبعا تقطعوها كبير برضو ممكن، مفيش مشكلة خالص، بس أنا يعني حباها تكون معايا مع الشعرية كده تتاكل بالمعلقه يعني مع الشعريه اهو. هشوح اللحمه كويس قوي
طبعا ما تنسوش ارقام التليفون قدامكم على الشاشه، اي سؤال او اي استفسار عايزين تشاركونا بيه تقدروا تكلمونا. وكمان تحكوا لنا بقى عملتوا ايه امبارح في راس السنه، مين بيخرج ومين بيقعد في البيت، ولو بتقعدوا في البيت ايه الطقوس اللي انتوا متعودين عليها. زمان مثلا كنا بنقعد نجيب مسرحيه كده ونقعد بقى باللب والسوداني والعيله كلها تتجمع، مش عارفه دلوقتي في طقوس كده في ناس بتعمل كده ولا لا. عندنا في اسكندريه كان مشهورين قوي بنقعد نحدف في ازاز في البلكونه وحاجات كده. تمام، نرجع تاني. بصوا انا عايزه اشوح اللحمه مع التوابل اللي انا حطيتها في شويه الزيت بالشكل ده كده، وهبدا انزل معاهم البصلايه اهو، اشوحها معاهم بالشكل ده كده. بصوا البصلايه هتاخد لون الكركم والتوابل اللي اتحطت عندنا، وهتاخد طعم اللحمه وهتبقى طعمها حلو جدا. الوصفه دي بجد هتدعولي عليها ومختلفه وحلوه قوي. ممكن تعملوا بدل اللحمه ممكن تعملوها فراخ، مفيش مشكله خالص لو حابين، يعني ممكن تشيلوا اللحمه وتبدلوها بفراخ اهو. تمام، شوحت البصلايه كده معاها، هبدا احط فلفل، ده فلفل حامي، لو حابين فلفل رومي عادي ممكن تحطه، حابين فلفل الوان برضو تمام اهو الشكل ده كده. انا ممكن احط شويه كده فلفل احمر كده، ايه ادي لون وطعم كده مش كتير اهو بالشكل ده كده، واقلب عندي اللحمه كلها. بصوا بديها تشويحه كده، افضل اقلب فيها كلها تتشوح خلاص. مش بتاخد وقت خالص في السوى عشان مقطعاها تقطيعة صغيرة، بس برضو هحط لها حوالي نص كوباية مية كده، ايه تكمل السوى معايا. هجيب مية، يعني هزود لها كده ايه حوالي نص كوباية مية سخنة برضو، ايه تزود لي السوى بتاع اللحمة عندي عشان اتأكد برضو ان هي استوت خالص. خلاص انا كل ده ما حطيتش الليمون المعصفر. الليمون المعصفر ما ينفعش نحطه من اول الوصفة خالص عشان هيمرر معانا. انا عايز اخد المزازة بتاعته بس مش التمريرة بتاعته. عاملينه ازاي هوريه لكم دلوقتي. ليمون معصفر مخللينه، احنا جايبينه متخلل مفيش مشكلة خالص. هنبدأ نطحنه بالشكل ده اهو. الليمونة كده هنطحنها في الكبة، نطحنها بالسكينة، انا اقطعها قطع صغيرة اهو، هيبقى مفروم بالشكل ده كده خلاص. بعد ما نفرمه بالشكل ده اهو شايفين، ولو في جزر ولو في حبة البركة هو كله كده بالخلطة بتاعته مفيش مشكلة خالص. هناخد منه معلقتين صغيرين او معلقة مثلا كبيرة مليانة كده تمام، وهنبدأ نحطها على اللحمة اهو. بصوا شوية مية صغيرين بالشكل ده كده، يتأكد ان اللحمة عندي استوت. بعد كده هضيف لها الليمون المعصفر اهو بالشكل ده. بصوا الليمون المعصفر بقى بيودي الطبق ده في حتة تانية خالص بجد، طعمه يجنن اهو. خلاص واسيبه يغلي مع بعض غلوة كده، وهتبقى اللحمة عندي تمام. حتى ريحة اللحمة عندي اختلفت تماما. تعالوا نبص بصة كده على الشعرية. هجيب برضو سباتيلا، اخد السباتيلا اللي قلبت بيها الشعرية. بصوا انا عايزة افلفلها زي الرز، شايفين انا مش طالبة اكتر من كده. شايفين عاملة ازاي اهي، مش محتاجة منها اكتر من كده. الشعرية بتاخدش وقت وهي خلاص يعني استوت. ممكن اسيبها يعني احط لها معلقتين ميه بس، ايه بتقطم لسه شويه، واسيبها على نار هاديه كده زي ما هي، معلقتين ميه مش اكتر من كده عشان اتاكد برضو ان هي استوت مظبوط. ممكن بقى برضو لو في حاجه في الملح عايزه اظبطها برضو ممكن اظبطها كمان دلوقتي. حابين تحطوا مثلا تسقوها بمرقه برضو هتبقى حلوه جدا، مفيش مشكله خالص. تمام، هعيد تاني كده عملنا ايه قبل ما نطلع فاصل.
حطينا الشعرية المحمرة، حطينا عليها ملح وفلفل وشوية مية وشوية زيت، أفلفلها زي الرز تماما. خلاص بعد ما عملت الشعرية كده، وممكن نبدل المية بمرقة، يعني لو عندي مرقة خضار، مرقة لحمة، مرقة فراخ، مفيش مشكلة تمشي تماما، مفيش مشكلة خالص. وبعد كده جبت في طاسة تانية أو حلة تانية، جبت شوية زيت، حطيت عود قرفة، حطيت شوية كركم، ملح وفلفل، واتنين تلاتة قرنفل كده، وبعد كده شوحتهم، حطيت اللحمة بتاعتي، حطيت بعد كده البصلاية، الفلفل الأخضر، شوية فلفل أحمر لو حابين فلفل حامي برضو ممكن، وبعد كده نص كوباية مية، يغلوا غلوتين، وبعدين ضفت لهم الليمون المعصفر. هسيبهم يغلوا غلوة، والشعرية عندي خلاص برضو، يعني مجرد ما هنرجع من الفاصل هنبدأ نغرفها مع بعض. الشعرية اللي احنا عملناها هغرف الشعرية كده بالشكل ده. الشعرية دي ممكن تبقى مكانها رز لو حابين، انا حبيت يعني ايه نعمل تغيير شوية عن اللي احنا متعودين على طول اللي احنا بناكله. متعودين دايما بيبقى رز مكرونة، مش بنروح ابدا الحاجات المختلفة شوية. فالشعرية النهاردة عاملاها زي الرز كده، تبقى أرضية للحمة بتاعتي. نبدأ بقى نحط اللحمة اللي بالليمون المعصفر، ريحتها بجد حلو جدا. هشيل عود القرفة كده بس، وهبدأ أحط كل المكونات بالشكل ده أهو كده. تمام أهو كده، معانا الشعرية باللحمة والليمون المعصفر، تقدم كده مع بعض بالشكل ده. هنبدأ بقى ايه، اللي عايز ياكل بياخد شوية من هنا وشوية من هنا، بيبقى طعمهم حلو قوي مع بعض كده، خليط لطيف جدا. حابين زي ما قلت لكم نعملها بالفراخ ممكن، مفيش مشكلة خالص. تمام، دي كده الوصفة بتاعت الشعرية بالليمون المعصفر.